السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان، عدنا والعود أحمد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي الكرام، وتحت عنوان أشكين يعلم الله أشكين، لأن كثر اللغط وكثرة المقالات الجرائد والقنوات، الكل يكتب الكل يتكلم بخصوص مغادرة المغرب ماذا؟ مطار الرباط سلا. إذن الإخوة والأخوات الكرام، ربما سمعتوا البارح شي واحدين قال لكم لا المغرب صافي راه غادي، من بعد ما درت أنا الفيديو قلت لكم راه ما غاديينش، وكاين الناس اللي كتبوا لي وقال لك لا راه تبدلات شي حوايج وغدا العشرات الصباح راه غادي نمشيو. انا سكت. علاش سكت؟ انا لا ادعي انني اعلم في الرياضه والسياسه ما لا يفهمه الاخرون، وانما هناك استقراء خاص، هناك نظره ثاقبه للسياسات، سواء السياسه اللي هي سياسه، سواء الرياضه، سواء ملي كتخلط هذه في هذه. ما علينا، باش ما نطولش عليكم، الملاعبيه ديال المنتخب الوطني المغربي للمحليين كانوا في المطار ديال الرباط سلا اليوم الصباح، العشرة ديال الصباح ولا كانوا تما، كانوا حاضرين ناظرين، كل شيء لابس النظر ديالو هالصك معاه، وبالتالي الطياره دايره امارش والبيلوت مريح نعم سيدي، وشد ميريندينا ديالو في يديه وشد نعم سيدي فانتا هكا كانيتا على حسب ما عاودوا لي شي ناس انا ما شفتش بعيني الله يسمح ليا. المهم كاين سي القجاع وكاين المدرب ديال المنتخب، كلشي كاين. وزيادة على هذا شكون اللي كاين؟ الصحفيين المغاربة والدوليين. علاش؟ واش غير على حيت المغرب غادي للجزائر باش يلعبوا في الشان عن اللي ما عندهم شان؟ لا، لأن الرئيس ديال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والرئيس ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هي الفيفا جايين مباشرة في خط مباشر من الجزائر باش نعم سيدي يحضروا القرعه اللي دارت اليوم، القرعه ديال المونديالتو ديال كاس العالم للانديه اللي غادا تبدا من دابا واحد 3 ديال الاسابيع تقريبا. واخا من بعد ما تعذر على الوفد المغربي باش يحصل على الترخيص من الجزائر باش يمشي مباشره من تما، يعني من سلا الرباط المطار قسنطينه ولا قسطنطينه ولا سميتها، كان فوزي القجع الاخوه والاخوات، واللي انا كان امن على انه رجل رياضي سياسي عنده واحد العبقريه خاصه وقصد باش يوقع الجزائر في هذا الشيء اللي وقعوا فيه دابا. قال لهم ها انتم كتشوفوا حرموا المنتخب ديالنا باش يشارك، حرمان هؤلاء الشباب من المشاركه في تظاهره رياضيه شيء مؤسف جدا، علما أننا حنا هما حاملي اللقب، وهذا شيء مؤسف، هذا شيء مؤسف للغاية. هكا عبر فوزي القجع، خاصة أننا 6 شهور كيف ما قال وكيف ما قال حتى السي المدرب، قال لك 6 شهور وحنا يعني كنخدموا بشكل جدي ومتواصل وبشكل حازم باش نحافظوا على اللقب ديالنا، اللقب ديال الشان. المشاركة في المنافسة من جهة ووفق ما تقتضيه متطلبات الدفاع عن اللقب اللي حرز عليه الفريق الوطني لدورتين. المدرب ديال المنتخب المغربي ماشي كنهضروا حنا على حيت كاين شي واحد اللي تعي ليه الركراكي، لا، المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي اللي قل من 23 سنة هو عصام الشرعي. وعصام الشرعي باش نكونوا واضحين راه ما عنده حتى شي علاقة مع أسعد الشرعي، أسعد الشرعي جا كلا وشرب دبر على راسه مشى، لا هذا بوحدو، هذا عصام الشرعي اللي قال للصحافه في واحد التصريح هادشي اليوم قبل السويعات، قال لهم حنا في المطار ومازال كننتظروا كنتسناو الترخيص الرسمي من ولاد الكراغله اللي هو قال الجزائر، انا اللي كنقول ولاد الكراغله. واخا قال لهم بغينا باش نمشيو ونشاركوا، حنا موجودين حاضرين والدراري كاملين موجودين ومحمسين، ولكن اشنو وقع هنا؟ ملي نزل الرئيس ديال الكاف والرئيس ديال الفيفا اتحرجوا احراج ما بعده احراج. علاش؟ لانهم هما المسؤولين على الكره، هما المسؤولين على هاد التظاهرات، هما اللي قالوا للمغرب خاصه الرئيس ديال الكاف نهار 22 في شهر 12 22 ديسمبر بالضبط الشهر هادي، قال لهم راه كاينه الترخيص مبدئيا راه كاينه، فاحنا زدناها في الاستعدادات ديالنا.
والمغاربة ديالنا يعني باغيين كما كتشوفوا كاملين زايدين لقدام ديال بصح. إذن الملاعبية ديالنا من أجل التطور ديالهم أكثر فقعدوا ليلة نهار كيترينيو تولوا الدراري كيديروا التراكسيون فوق السلك ولاو الدراري شي اونطرين مال اللي ولاو اللي ولاو داروا فهاد الشهور الاخره قالك حتى ولاو الدراري كيديروا هكا كيوقفوا على الصبع ديال يديهم هكا كاين اللي كيوقف على نيفو علاش لان ما نخليوش ولاد الكراغله ولا غيرهم باش يديو لنا حنا اللي حاملين لقب هذا الكاس هذا. ولكن الفضيحه ديال الجزائر فضيحه بقلاقيل. وصلوا نعم سيدي كيف ما قلنا رخصه السفر فينا هي ما كاش ياك قلتوا لنا مقابلين مبدا حنا موجودين إذن هنا ضروري ضروري ومؤكد كيف ما هو في القوانين الرياضية واللي كتعمل بها الفيفا الجزائر دخلت سياسة مع الكرة وما عندهم شخصية مهترئة باش مبدئيا تقابلوا شوية التليفونات بيناتكم هذا كيقول إياه هذا كيقول لا هذا كيقول لك لا السيادة فاش وخا حنا كنعرفوا ان الفيفا ولا الكاف خاصه الكاف مقصرين بزاف لان ملي شافوا هذيك المهزله اللي وقعت الدراري اللي لعبوا تما في الجزائر فاش تحاموا 11 على واحد كان خصهم يكونوا حازمين ديال بصح مع ولاد الكراغله حازمين ديال بصح مع ولاد الجبناء واللقطاء مباشره ما يخليوهاش تدوز هكاك ولا غير 120 مليون ولا ما نعرف باش كانوا حكموا عليهم. وهنا ركزوا معايا الله يخليكم بزاف في الضحكة ديال السي القجاع الضحكة اللي توصفت بالضحكة الماكرة وهو واقف وراء رئيس الفيفا كأنه يقول بلسان حاله وبابتسامته وضحكته الساخرة المهمة أنجزت لقد ظهر أبناء الكراغلة البهلوانات على حقيقتهم ها نحن ننتظر ها هم متعنتين التعنتيت الخاوي وإحنا منتظرين وهذا الشيء اللي عطى الله ودابا ديروا شغلكم. وردا الإخوة والأخوات أو قبل ما نمشيو للطياره ديال الخطوط الجويه المغربيه لان حنا كنا عارفين على اننا ما غاديش راه هضرنا شوفوا معايا فوزي القجع وشوفوا معايا الكار الحافله ديال المنتخب الوطني المغربي شوفوا معايا كي دايره ياك تل هنا مزيان من هنا غادي نمشيو مباشره وفي نفس اللحظات الى الجزائر وغادي نشوفوا اشنو دايرين الشلاهبيه مصيفطين الكار ديال الحباسة اللي سبق لنا هضرنا عليه هاد الكار هذا اللي ممنوع الاكسجين ممنوع تشوف شنو كاين على برا وكاتبين عليه كيف ما واضح قدامكم في الصورة موروكو المغرب يعني فحال هما مشاو للمطار وزعما راهم كيستقبلونا كيتسناو الطيارة تنزل. شوفوا التشلهيب ديال ولاد اللقطاء وعلاش انا ملي كنقصح في الهضرة شي وحدين كيقولوا لي راك تقصح عليهم كتوصل لهم العظم وراه هادو راه خصك توصل لهم المخيخ ديال العظم هادو ها انتم مصيفطين زعما في المطار الطياره الا كانت خرجات يعني خص تكون بالتصريح ديالكم ولا الطياره ديال اوزباكستان باش غادي ندخلوا حنا واقفين في المطار موروكو زعما مستقبلينهم وترايا ديال المغرب ما كاين واقف غير الشيفور والكريسون هو اللي معاه تن هاد الدرجه ولاد الكراغله وصلوا باش يعرف العالم كيف ما كنقولوا دائما وكما قال الحسن الثاني رحمه الله مع من حشرنا الله في الجوار وما بين القرويين والقيروان توجد حديقة حيوان. واش هاد الكار هذا أصلا لنفرض مثلا جدلا أننا مشينا واش المنتخب المغربي غادي يركب في هاد الكار ديال الحباسة ديال غوانتانامو زعما المنتخب المغربي زعما داير شي فضيحة ولا شي مصيبة هنايا وغيمشي تما عاد غيدير إعادة تمثيل الجريمة زعما وهذا راه ديال الحباسة عباد الله. نشوف الكيران ديالنا كي دايرين شوف هي الطوبيسات وري شي شوف الطوبيسات هادو كنا نسلفوهم ليكم تخدموا بهم تما والله كنتو طلبتوا للمغرب واحد 200 ولا 300 كار يعني هادو هي الطوبيسات بلا الكيران الا كنتو غادي تبانوا متحضرين هكا راه كتبانوا من الخمسينات ولا جيبوا التراكسات هزوا المنتخبات في التراكسات مسخت الوالدين حتى الفوتو راه شفتوه البارح فاش تلاقاو ولا استقبلوا حاشاكم استقبلوا المنتخب السنغالي وحاطين الفوتوي ومشرق هذاك في الخردة هذاك هذاك في مراكش باب الخميس 100 درهم تلقى هذاك احسن منه 100-150 درهم 1000 ها اشتريت شريقة ولا مشتيهاش ها وعاد مكملينها ب 100 فوي انتوما غتستقبلوا انتوما يالله يجاوبوا هذو اللي كيهد الابواق والدباب الالكتروني واش 100 فوي ديال درهم والعصير ديال جوج دراهم ها انتوما غتستقبلوا غديروا راه
غير هكا جيتو وداك يعني الموقع الجغرافي جيتو قدامنا وشساعة الأرض اللي اقتطعها الاستعمار وعطاها لكم إن شاء الله يا ربي تبقوا تعطروا وتطيحوا وتدوزوا الحياة ديالكم غير ها معلقين. والله يمحنكم أكثر من اللي انتم ممحنين. أرضنا هذه الصحراء الشرقية كلها ديالنا، الحدود الحقة، واللي كيقول الحدود الموروثة الله يجعل ولاده يورثوا فيه في حياته. أرضنا هذيك، ولهذا كيجيو كيديروا معكم هكا وكا على قبل هذاك الغاز وهذاك البترول اللي كاين تما اللي من المفروض النص ديالو ديالنا. وما ضاع حق وراءه باطل، كاين اللي كيجي هذا الكلام ربما بعيد، لا لا كاين شي حوايج اللي كانت كتبان ما عمرها تكون، ولكن بما انها حق وصل الوقت وكانت. وشحال طاحوا ديال 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 المتعنتين وديال الطغاة وديال الجبابرة، أين هم الآباء والأجداد وأين هم الفراعنة الشداد؟ قال لك مطار محمد بوضياف، قال لك في استقبال المنتخب الوطني المغربي، ما كتحشموش. وناقلة وكالة الأنباء الخسائرية وكذا، زعما بحال حنا راه ما فراسنا والو، حنا راه ما غايجيو في الطيارة أوزباكستان ولا يجيو في الطيارة ديال تونس ولا يجيو في الطيارة ديال خرباكستان. هذيك خرباكستان جات حدا ياك مجيت ديال بولونيا، من ما بين بولونيا وباكستان حدا الهند من الدورة هكا ديال يلاه منين غايجيو؟ غايجيو راه تكونوا صافي تعلنات وتصريح وغتكتبوا عليها وغتنوضوا وغتهضروا وغديروا فيها ما نعرفش، واخا هي طائرة واحدة استثنائية. الأجواء قال لي قاطعين حنا عليهم، المسألة مسألة سيادية والجزائر وتحية الجزائر وان تو تري بيبا لالجيري. الله يقطعكم من الدنيا، راه شوهتوا، راه كتبانوا حقراء أو حقيرين، راه كتبانوا نتناء أو نتنين على حسب يعني على حسب الروايتين. شنو كيف كتبانوا حدا العالم؟ لا قال لك حنا الا بغاو نعطيوهم الطياره قال لك يجيو ديريكت، راه خص الشروط ديالنا. هذه اخر ما قال الرئيس ديال الكاف، قال لك لا، قال لك راه عندهم شي شروط. شروط ديالاش؟ شروط. وغادي يعاودوا ديك الهضره ديال العمامره وديك الشيء ديال الزبابله وداك الشيء ديال سميتو، غادي يعاودوه من الاول وغايقول لك المغرب خصو ينوض وغادي يعتذر على هادي وهادي وهادي وهادي. تلوي من دراعنا حنا عنا على الكره، الله ينعلبوها كره، كاع ما بغينا حنا كاع الكره عندكم نهائيا، حنا هما ابطال العالم، حنا في المربع الذهبي، بما ان حنا الاولى في اسيا وفي افريقيا وحنا الرابعين في العالم، اشنو بغيتوا اخر؟ ها انتم راه ترونتويت، ها 38، حنا المرتبة 11 عالميا، أكبر قفزة عالميا مادام كنهضروا على الكرة هي ديال المغرب، ديال المنتخب المغربي ديال سنة 2022 كلها، أكبر قفزة في الترتيب. شنو الشان اللي أنتم غتلعبوا دابا؟ حنا هما حاملين اللقب، كأس العالم وصلنا لذاك الشيء اللي لم تصل إليه دولة إفريقية ولا عربية، وأظن أن هذا الظن ديالي والله أعلم لن تصل إليه في المستقبل في 100 سنة الجاية حتى شي دولة. يعني المربع الذهبي شتو مع من حشرنا الله في الجوار. المهم فضحهم الله على رؤوس الأشهاد. وما ننسوش اللقطة ديال البارح، إيفانتينو كيفاش كيستغرب الاستقبال ديالو من طرف رئيس أركان الجيش بالجزائر. الشنقريحة المعروف بالوطواط، هذا اللي يعني واحد من أكبر المافيات اللي كيدوروا هنا في إفريقيا، وهذا الشيء هذا معروف ومعلوم عند الجميع، ولكن احنا مازال كنعيشوا ديكتاتوريات خايبه ما يسمى بالعالم الثالث، لان في حال هذا خصو يتلقى عليه القبض من طرف البوليس الدولي ومن طرف القضاء الدولي. هذا كنقصد الشنقريحه الوطواط. اذا رئيس ديال الفيفا كيفاش ربما لاول مره كتوقع، ولو كانت كوريا الشماليه كيلعبوا الكره كانت غتقدر توقع حتى تما، كيفاش الشنقريحه قاعد هكا هو في المقدمه باش يستقبل رئيس ديال، واش رئيس ديال الكره مع رئيس اركان الحرب او رئيس اركان الجيش؟ كيف يعقل؟ شوفوا معايا الصوره مزيان كيفاش كيشوف فيه داك الشوفه ديال الباز، بحال كيقول لي انت اش كدير هنا؟ اش بينك وبين هذا افتتاح ديال كاس افريقيا للمحليين؟ هذا شان وشيء رياضي. هنا كنشوفوا ايفانتينو كيبان وهو مستاء من حضور الشنقريحه ومريح هكا، والرئيس الطرطور هذا مسيلمه قاعد حتى هو بحال حتى هو زعما رياضي، بحال زعما مدوز حياته كلها زعما في العدو الريفي والجيمباس والقفز على الزانه. المهم واضح على ان العسكر كيتحكموا في كل مفاصل الدوله بما فيها كره القدم. كاملين كنعرفوا على ان روسيا
استبعدت من التصفيات ديال كأس العالم اللي دارت في قطر بسبب الحرب على أوكرانيا، بمعنى الحرب والكرة، السياسة والكرة شيئان لا يلتقيان. إذن استغراب الرئيس ديال الفيفا جياني إنفانتينو واضح، ولكن أشنو هو بالمقابل؟ أشنو غادي يديرو؟ هادشي هو اللي المغاربة كيتسناو، وهادشي هذا اللي بغى السلق جع والجامعة الملكية المغربية باش يحطوا هذا ديال الفيفا ولا ديال الكاف أمام الأمر الواقع. ماذا أنتم فاعلون؟ احنا كنبانو كأننا يعني احنا ناس أو دولة اللي كنتعاملوا بالحكمة بالتروي، كنتعاملوا بالسياسة بالدبلوماسية الرياضية، ولكن أشنو غادي نديروا مع الشماكرية اللي قدامنا؟ احنا هما شماكرية، يقولك الترخيص ما الترخيص، أبدي الترخيص سيروا تدخلوا معاكم الطواليط ولا عزكم الله، سيروا احنا راه ماشي بينا الترخيص. احنا يا ريت كنقول انا هاد الناس هادو اللهم افتح بيننا وبينهم بالحق، الله يجعل بيننا وبينهم صور الصين العظيم كيف ما كنقول. ما من اسد عليا السدان في كل شيء في جميع المجالات، يا ريت هذا يعني يا ريت. وكنقول حتى ما يبقاوش هاد العجازه ديال العسكر ويتقدموا للمحاكمات العادله، وهاد اللي تابعين الاعلام اللي خدامين معاهم كاع هاد قوم تبع كاع كلهم في الهوسة، ولانهم عارفين لا هما ولا الاتباع ديالهم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، مش مخطئين، لا خاطئين، يعلمون أنهم خاطئين ويعلمون ويعرفون الخطأ وينفذون الخطأ، وهكذا يعني هذا هو منهج الحياة ديالهم، ولهذا كلهم في الهوى سواء. من اللي ما يبقاوش هاد الكبار العجزة والكلاب الضالة ديالهم وهاد الأبواق المأجورة وهاد اللي هما بايعين الدم ديالهم، هاد المسخين الممثلين اللي قدامنا مع احترامات واحد الفئة المغلوبة على أمريكا كما أقول دائما، تك الساعات يا سلام مرحبا تقدر تكون بناء استراتيجية جديدة في التعامل وفي التعايش وفي بزاف ديال الحوايج. إذن غنشوفوا بالفيديو دابا الإخوة والأخوات الكرام، مجيدوا الصوتة شوفوا معايا الله يخليكم كيفاش. علاش أنا ملي كنقول طرطور وكنقول مسيلمة وكنقول على أنه إنسان لا يحترم؟ لأنه كراكوز بهلوان. شوفوا معايا الله يخليكم، بحال العاده ديما يعني هكا هما دايرين لنا غير هكا يضحكنا، هما قاضيين غراض هذوك اللي يعني موالي الكساوي. ها هو عبد المجيد، شوفوا التصرفات ديال، شوفوا معايا باش ما نطولش عليكم الله يخليكم. هذا في ملعب نيلسون مانديلا وما كاينش الجمهور ما كاين والو، حتى غادي هكا مسكين وراجع، فهمت كي ها ها تهبيل صافي. يلا تفضلوا شوفوا معايا. نسيت حاجة، أزوج قاسم قياس، تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. هي ما يبقاش الطوابير، ما يبقاش اللحم ديال البغل والحمير، ما يبقاش الجوع والبطالة والقرقوبي، ما يبقاش يعني الناس رديتهم الكذوب ديال بصح، أو كي قال لهم الحسن الثاني رحمه الله واحد المقطع، يا سلام رحمك الله يا مالك يا حسن الثاني والله العظيم. لا اش قال لهم ومش حال هادي، قال لهم اكثر من 20 سنة يعني انا ذاك في الوقت ديال بن بلة وديال بوخروبة، كل شيء يعني الهوية وكذا كل شيء ما كيناش الا الهوية الوحيدة وهي الهوية الاسلامية، تهي فرغوكم منها. وهذه قالها شتي اللقطة ياك المعلم، وهذه حقيقة خواوهم من المحتوى، ولهذا بقاو كذب عليهم ضحك عليهم جوعهم فقرهم دير لهم اللي بغيتي صافي ولاو ساكتين. النيف والتخنخين، الزلط والتفرعين. وهاد التصرف اللي دار مجيدو السوطة من طبيعة الحال صبحوا كيضحكوا عليه بزاف ديال الناس، ترى واحد السخرية عارمة على منصات التواصل الاجتماعي حيث وصفه نشطاء بالرئيس الهبيل المهبول. حتى قال أحد المعلقين كيف يعني لهذا أن يكون رئيسا؟ كيف أن يقبل ويكون طرطورا؟ كيفاش راجع ونسيت تحية الجزائر؟ والجزائر مسكينة مهشمة ضائعة كما هي الجماجم، هكذا قال معلق آخر. وقال ناشط فيسبوكي متهكما كوميديا، والله ما عمرني شفت شي رئيس في العالم هكا راجع شحال من مترو باش يقول تحية الجزائر.
هزولت، والله هزولت. إذا الإخوة والأخوات الكرام، ربما نكتفي بهذا القدر. كان معكم حبيب الجماهير وصديق الملايين إلياس، حبيبكم كالعادة. كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ولكن ما تنساوا جمجموا ولا تخمموا، وكنشكركم جزيل الشكر. وحتى الفيديو ديال غدا إن شاء الله، ونشوفكم تكونوا على خير وعلى بخير. السلام عليكم ورحمة الله.